على كل حال أنا أطلت عليكم، لا لا أبش. أقف هنا إن لا شاء الله لا تعالى جزاك الله ونكمل خير. مناقشة حديث الغدير، لكن أنا بودي حقيقة فقط أن أنبه وشيخنا حتى في السنن التي ذكرها، يعني الأحاديث التي ذكرها الأحاديث اللي ذكرها في الغدير تدل على المحبة والنصرة، ما تدل على أبدا. أول شيء يعني في أول شيء أشياء عفوا، تدينه. قوله أخرج الطبراني وغيره بسند مجمع على صحته، هذا كذب. من جميل. الذي أجمع على صحته؟ من الذي نقل هذا الإجماع؟ بل هذا الإسناد فيه زيد الأنماطي قال أبو حاتم منكر الحديث. طيب، وكذا قال الذهبي قال منكر الحديث، فكيف يقول هذا حديث السند مجمع عليه. مجمع على صحته؟ هذا كذب. طيب، الأحاديث الباقية التي ذكرها، طيب يعني لو تبي ناخذها حديثا حديثا، هذا الأول الطبراني قال مجمع على صحته، قلنا هذا إيش؟ كذب. الحديث الذي بعده بس وأخرج شيخنا الحاكم، تأمل بس في المتن اللي ذكره، السند الأول سند مجمع، يقول إن الله مولاي، أين؟ يعني لا علاقة لها إن الله إمامي أو خليفة. ما تتكلم عن إذن الخلافة أبدا هذه أبدا السنن أبدا والأدلة التي يريدها هي ضده أبدا أيضا، ليس فيها شيء من ذلك. جميل. الحديث الثاني، طيب أخرج الحاكم في مناقب أخرج الحاكم مناقب عن زيد بن أرقم قال من طريقين. طيب، هذا الحديث أخرجه النسائي والحاكم في المستدرك من طريق الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل، وحبيب بن أبي ثابت مدلس. جميل. وقد عنعنه فلا يثبت هذا الحديث. طيب، لا نكمل ثم نتكلم عليه بعد ذلك. الحديث الثالث عفوا أخرج الإمام أحمد أيوة من حديث زيد بن أرقم. طيب، هذا الحديث الثالث بارك الله فيك، واحد أي نعم، أخرج الحديث البراء بن عازب من طريقين فذكره، وفيه هذا حماد بن سنة قال أنبانا علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان طيب. هو شيعي ضعيف. بعد أخرج النسائي عن زيد بن أرقم، أخرج النسائي عن زيد النسائي بن أرقم اللي هو الحديث الرابع. طيب، الحديث الرابع وروي عن زيد بن أرقم إن الله مولاي، أخرجه الترمذي من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد، والأعمش عن حبيب عن زيد، عطية ضعيف، عطية بن سعد العوفي، وكذلك حبيب بن أبي ثابت عن زيد قلنا مدلس وقد عنعنه. طيب، بعد وأخرج الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب من طريقين اللي هو الخامس، وأخرج الإمام أحمد من طريق البراء بن عازب الحديث الخامس يا بارك الله فيك، هذا حديث أحمد هو نفسه حديث علي بن زيد بن جدعان نفسه وهو ضعيف. نعم، وأخرج النسائي عن عائشة بنت سعد اللي هو اللي هو السادس. نعم، عن سعد كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما غزا الخم. طيب، وهو صحيح المتن ضعيف السند، فيه راوي فيه جهالة، لكن المعنى صحيح. طيب، اللي هو يا أيها الناس إني وليكم، قالوا صدقت يا رسول الله، هذا ولي يؤدي عني ديني وأنا موالي من ولاه معادي من عاداه، فيه رجل مجهول كما قلنا قبل قليل، لكن قوله من كنتم ولا فعلي مولا، قلنا هذا الكلام صحيح. طيب، بعد قالوا عن سعد أيضا وزاد النسائي برضه هو نفسه. نفسه هو نفسه. نعم، طيب تقول وهي نصوص صريحة. إذا أنا أختصر لك هذا الحديث في كتبهم، ذكرنا يا شيخنا في المقدمة وتختم أنت نصوص صريحة، ذكرنا قسمنا أدلة الإمامة نعم إلى نص جلي ونص خفي. نعم، ووضعوا نص الغدير حديث الغدير نعم من النصوص الخفية، فكيف يأتي ويفتر على الناس ويقول أنها نصوص صريحة؟ لا شك.